يمكن أغلبنا أصبنا بفيروس كورونا، وهذا الفيروس دخل بيت كل أحد فينا على الأقل مرة واحدة. لكن مضى أكثر من عامين وأصيب الملايين وسط تساؤلات عن نجاة البعض من كورونا اللي وصل لمختلف أنحاء العالم. فبحسب تقديرات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية، إنه الحالات اللي نجت من كورونا إما كانت على قدر كبير من الوقاية مثل الرؤساء، أم أشخاص أصلاً ما خرجوا إلا مرات قليلة من البيت خلال هذه العامين. ووضح الباحث في علم الأوبئة إلينور موراي أنه ما في دليل من الناحية العلمية أنه بعض الأشخاص عندهم مناعة جينية وفي عدد جيد أصيبوا وما اكتشفوا أصلاً، وهذا يؤكد أنه عدد المصابين الفعلي أكبر من المسجل رسمياً. خبرنا الثاني متعلق بحالات التسمم وارتباكات المعدة، فبحسب الإحصائيات تزداد ارتباكات المعدة خلال فصل الصيف، لأنه المعدة والأمعاء من الأجهزة اللي تتأثر سلبياً مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني حتى اللي ما سافروا بس أنه وجودهم هنا في الصيف ممكن يصير فيه ارتباك. وازدياد كمان الخروج وتناول الطعام خارج المنزل تزامناً مع انتشار الفيروسات والعدوى البكتيرية وغيرها. لذلك يعتبر التسمم الغذائي من المشاكل الشائعة في فصل الصيف، بعيداً عن جرثومة المعدة المنتشرة بشكل كبير مؤخراً. ويشار أنه عدد كبير من سكان دول الخليج يعانوا من الإصابة بجرثومة المعدة. فمتى لازم نزور الطبيب وإيش أعراضها وكيف نقدر نعالجها؟ كل هذا حنناقشه مع الدكتورة وفاء، استشاري أمراض باطنية. خلينا أروح أصبح عليها. يسعد صباحك يا دكتورة. يسعد صباحك. وأهلاً وسهلاً فيك، وأحب أشكرك صراحة دكتورة إنك جيتينا من الكويت عشان تكوني معانا. لا تفضلي. تفضلي. يا سلام والله دكتور، صراحة وجودك معانا مهم، لأنه أكثر شيء يعني ممكن زي ما يقولوا يخرب علينا السفرة إنه الواحد يجي له تسمم في المعدة أو بكتيريا في المعدة. صحيح. فكيف ممكن نعرف المشاهدين جرثومة المعدة وكيف تشتغل بالضبط؟ أول شيء أصبح عليك وعلى جميع مشاهدينا. جرثومة المعدة هي إحنا نسميها البكتيريا حلزونية أو الإتش بايلوري، تم اكتشافها في الثمانينات. المشكلة لما تم اكتشافها كانت نسبة وجودها عالميا 5 إلى 10%. حاليا وصل نسبة وجودها تقريبا بحدود 50% من سكان العالم. فإذا بنتكلم على دول الخليج، يعني خلينا نقول مثلا العدد السكان في دول الخليج خلينا نقول بحدود 70 مليون، فتقريبا 35 مليون عندهم جرثومة يعني معدة. غالبا انه احنا كلنا مثلا عندنا جرثومة في المعدة. واحد من كل اثنين. يعني انا وهلا، يا انا يا هلا. شفت شلون؟ طيب كيف تتنقل هذه الجرثومة من معدة لاخرى، يعني من شخص لثاني؟ شوف، هي جرثومة المعدة هي نوع من انواع البكتيريا، بتقعد في المعدة وبتتكاثر وبتجيب عيال في المعدة. يا سلام، مرتاحة يعني. وبتاكل من اكلك. أوكي. بس ما بتاكل اي اكل، بتاكل الاكل المفيد. وبتخرب الجهاز الهضمي كله من الفم لنهايته. بس احنا مره مركزين على الاكل المفيد، يعني الصحي اخر سنتين. هو المفروض يعني حيزيد احتماليه انه يكون في جرثومه. بس لسه انت قايله واحد راح يطلع برا، راح يطلب مطاعم وراح يسافر. اوكي. صح تمام. فهنا حتزيد النسبه. راح تزيد النسبه. طب ايش الاعراض؟ خلينا اول شيء نعرف ايش اعراضها. اعراض الجهاز الهضمي ممكن يكون بس الشهيه، فقدان الشهيه، عدم شهيه للاكل. من تاكلين اكل بسيط تحسين بتخم وتحسين انت فل. غازات، انتفاخ عفوا، عسر هضم، الام او عدم ارتياح في البطن، تغيير بعادات روحه الذهاب للحمام تكرمين من اسهال عفوا لامساك، احيانا يكون مثل حارج او الحموضه، التجشؤ كذلك، اعراض الجهاز الهضمي بشكل عام. ومتى هنا لازم الواحد يروح الدكتور؟ طبعا اذا وجود هذه الاعراض واستمرت عند هذا الشخص مده اسبوعين متتاليين لابد انه يراجع دكتوره على طول. لانه هذه الاعراض يعني احسها من كثر ما هي موجود عند الناس، انه بس اشربي شاي اخضر خلاص الامور تمام. صحيح، مره مرتين في الاسبوع اوكي، بس اذا استمر مرتين في الاسبوع لو اسبوعين متتاليين لابد من زياره الطبيب المختص الجهاز الهضمي. وهنا كيف يعني قبل ما نعرف كيف نتجنبها، خلينا لما نروح الدكتور ايش هو العلاج اصلا؟ علاجها جدا بسيط والكشف عنها جدا بسيط. الكشف عن جرثومه المعده يتم عن طريق اختبار التنفس. تمام. هذا اللي ينفخ في البالونه. نفخ البالونه. يكون الشخص صايم من 4 إلى 8 ساعات، ما يكون ماخذ اي مثبطات بروتونية، ما يكون ماخذ مضاد حيوي. هذا الفحص الناحية الأولى. من ناحية ثانية وأثناء إجراء منظار المعدة في حال وجود اللي هو الأعراض الكثيرة، فعن طريق الخزعة يتم
الكشف عن جرثومة المعدة. يعني ما تحسي يعني شيء سيريس بس ما هو سيريس، يعني لو لازم يتعالج بطريقة جدا بسيطة، بس لو ما تعالج إيش يصير، إيش المضاعفات؟ ما هو أساسا جرثومة المعدة بتأثر على الجهاز الهضمي ككل، أكثر شيء المعدة والإثنى عشر من ناحية التهابات وتقرحات والقرح الهضمية، لكن لا يخفى عليك لها ارتباط مباشر بأمراض السرطان خاصة سرطان المعدة. أثرها تنطلق إلى خارج الجهاز الهضمي، ممكن تتسبب في فقر الدم ونقص الحديد والإكزيما هذا كله أشياء كثيرة، وتصلب الشرايين وأمراض القلب، لها ارتباط مباشر بأمراض كثيرة داخل الجسم عموما. وهل لها علاقة بفيروس كورونا؟ طبعا، لأن فيروس كورونا بيرتبط بمستقبلات إحنا نسميها ACE2، تمام؟ ولذلك أحيانا يكون الشخص اللي عنده كورونا بيكون عنده أحيانا طبعا الأمراض بالأعراض بالجهاز التنفسي كحة وضيق نفس وإلى ذلك، لكن في ناس كثيرة بتكون عندهم أعراض داخل الجهاز الهضمي من قيء أو آلام أو نزول وزن وما إلى ذلك. ليش؟ لأن هذه المستقبلات موجودة في الجهاز الهضمي. فيروس جرثومة المعدة بتزيد من عدد المستقبلات هذه في الجهاز الهضمي، فبالتالي وجود فيروس الكورونا مع جرثومة المعدة فاثنينهم بيساعدون بعض، فتكون الأعراض بشكل أكبر. بيحبوا بعض هم بيحبوا بعض بس مش لصالح المريض نفسه. أيه أكيد أكيد. كيف إحنا تكلمنا عن العلاج، كيف نقدر نتجنب أي شيء؟ هو أساساً علاجها بسيط جداً، كورس علاجي عبارة عن مثبطات بروتيني مع مضاد حيوي، واختيار الدكتور في أكثر من خيارات. نتجنبها عن طريق تناول الأكل والشرب النظيف ونتحرى فيه. وعادة لما يكون في شخص في البيت عنده جرثومة معدة، فالآخرين عندهم جرثومة معدة لأنهم بيتشاركوا بنفس الأكل. فلما يكون في شخص عنده في البيت عنده أعراض، فالآخرين بس ينتبهوا إذا عندهم أعراض ولا لا، عشان يبتدون يعالجونها عشان ما ينقلونها لأشخاص آخرين. كيف تتنقل يعني؟ هل عن طريق أكل أو شرب مش نظيف؟ اوكي، بس انه ما تتنقل مثلا لو شاركنا ملعقه او شيء؟ لا، ما يفترض انه لا، هو الاكل نفسه. اي شكرا لك دكتوره، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله انه ما حد يتعب بطنه تتعب في السفر اكيد. فيعطيك الف عافيه، واحنا خلينا نشوف بعض نصائح على هذا الموضوع.